أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنا نثبت أن لله تعالى قدمين، فهل نثبت أن لله تعالى ساقين؟ لأن المعلوم من كلام العرب أن الساق تكون متصلة بالقدم. هذا يا أخي جاء في الحديث الصحيح: يكشف ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويريد المنافقون أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم ولا يستطيعون السجود. هذا جاء في الحديث الصحيح، إثبات الساق لله جل وعلا. نعم.